أول رد من الفنان أحمد فهيم بعد الهجوم على مسلسل جعفر العمدة. اكتسب مسلسل جعفر العمدة مكانة كبيرة بين حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد النجاح الذي حققه العمل بعد عرض أول حلقاته خلال شهر رمضان 2023. وبالرغم من النجاح الذي حققه العمل، لن يسلم أيضا من الهجوم سواء على المستوى النقدي أو عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يرون أن المسلسل مستنسخ من أحداث سابقة قدمها محمد رمضان مع المخرج محمد سامح في أعمال سابقة له. وفي تصريحات تحدث الفنان أحمد فهيم أحد أبطال العمل ردا على الهجوم قائلا: لا يوجد عمل جميع المشاهدين يجتمعون عليه، ولا يوجد شخص أيضا الجمهور يجتمع عليه. أي عمل من الطبيعي أن يوجد فيه اختلاف في الآراء، ولو لم يحقق العمل اختلاف أو آراء أخرى لن يجد العمل نجاح. النجاح هو أن تصنع دوشة والبعض يصني والبعض يهاجم، ونسبة تحب العمل وآخرين لا يحبونه. هذا معناه أن العمل يحقق نسبة مشاهدة كبيرة، فالذين يهاجمون يشاهدون العمل والمحبين يشاهدون العمل أيضا. المسلسل صنع حالة كبيرة من النجاح مع الجمهور، وهذا ما نريده، أن يكون الجمهور سعيد ويشاهد العمل، وأن نكون قدمنا عمل قوي للمشاهدين وبه موضوع جيد يسعدهم. مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، بيومي فؤاد، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، أحمد داش، سلوى عثمان، طارق الدسوقي، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري باك، أحمد فتحي، لبنى ونس، طارق النهري، مجدي بد، وآخرين من الفنانين. تأليف وإخراج محمد سامي، سيناريو وحوار مهاب طارق، إنتاج شركة ميديا سعدي جوهر. خالص أمنياتنا لفريق العمل بالنجاح والتوفيق، والمشاهدين بمشاهدة سعيدة. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس يصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أصل الثقافة ومعلومة. تابعونا.